تفقهوا في جرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الاستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. حياكم الله سيدنا واهلا وسهلا بكم. حياكم الله سيد، اهلا وسهلا ومرحبا. طبعا سماحة السيد، من الاسئلة التي وصلت الى برنامج هداية السائل، ومثل ما تعرفون جنابكم انه هذه خاصة هذه الايام وهو يعني ذهاب الحجاج إلى بيت الله الحرام، ولكن هناك بعض الأسئلة على موضوع قضية دفع الرشوة إلى الجهات المعنية، البعض من عندهم اللي يتقاضى بهذا أو يتعامل تحت عنوان الهدية، ولكن هي في الأصل رشوة لأجل الحصول على اسم بالحج. طبعا الناس سيدنا أيست وتعبت، يا ما ناس سجلت دفعوا 25 وربما كان 50 بالموضوع، هسه أقل أكثر، وراحت وسوت استمارة، ولكن للأسف ما طلعت أسمعها زين. ولهذا الناس يقول لك يا أبي أنه بما أنه أنا مستطيع وقادر أنه أشتري اسم أو أدفع مبلغ من المال هدية أو رشوة حتى يعطوني اسم بالحج، فمجبور أنا لابد أنه أسلك هذا الطريق. تفضل. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. في خصوص السؤال الذي ذكرته حول مسألة الحج ودفع المال لأجل استحصال الموافقة للحج، أو ما يعتبر أو ما يسمى عند الناس بالاستمارة، يعني استمارة يأخذها من هيئة الحج والعمرة. طبعا مسألة دفع المال لأجل ذلك، هذه إذا كانت مخالفة لقوانين الهيئة أو لقوانين الدولة فحينئذ لا يكون جائزا دفع المال بأزاء شراء هذه الاستمارة، باعتبار أن الاستمارة هذه هناك استحقاق لها، يعني الناس اللي تريد تروح للحج يقدمون أسماءهم ويدفعون قسم من المال، وبعد ذلك يدخلون القرعة، وبعد خروج أسمائهم بالقرعة يطالبونهم بدفع الأموال. نعم. هذا هو المعروف والمتعارف عند الناس وفي هيئة الحج كذلك، لكن هناك من يتلاعب بمثل هذه القوانين ويحاول أنه يعني يستربح من جرائها، هذا إذا كان مخالفا حينئذ، يعني مخالفا للقوانين حينئذ يكون عمله هذا غير جائز، والأموال التي كسبها من جراء هذا العمل المخالف أيضا أموال مو صحيحة، لأنه تعتبر معاملة باطلة. أحسنتم. هذا المورد الأول. المورد الثاني هو المكلف اللي اشترى الاسم، شلون، أو عفوا قبل شراء الاسم اللي دفع وحتى يحصل هذا الاسم، هنا شلون؟ هسه انه يعني حاول انه يجد طريقه لاجل ان يستحصل مثلا مكانا له في الحج حتى ولو بامواله، هذا ما عليه شيء، يعني ليست عليه غضاضه، يعني لا اكو مساله شرعيه ولا مشكله شرعيه عليه. ليش؟ باعتباره الحج اساسا منوط بالقدره والاستطاعه، وهو عنده قدره واستطاعه ان يدفع الاموال وأن يشتري مثلا حصة معينة، المهم ذاك هو المخالف، أما هذا فوجد طريقا أو سبيلا للوصول إلى أن يضع نفسه
في مسار الحج ويروح للحج. هذا إلى جائز يعني، و العمل مالته ما بي مشكلة حتى ولا ماكو إشكال عليه، لكن الإشكال على من تلاعب بذلك واستحصل الأموال من جراء هذا. حتى وإن شكل عنده يقين على أنه هو أخذ اسم غيره، اسم غيره هذا إذا كان يقينا يقين يعني أنه شاف بعينه أنه واحد مستحق ودافع فلوس ارتفع يعني وخر من القرعة وخلوا اسم هذا، مو شك مو احتمال يقين، حينئذ نعم يكون اكو اشكال عليه، لكن اذا شك واحتمال لا لا يؤخذ، لا يؤخذ بذلك باعتبار انه هذا شك والشك لا يعمل به. بعض الجهات عندهم حصص، حس جهات حزبية، جهات حوزوية، مؤسسات خيرية الى اخره، جنابكم بعد سيد العارفين في هذا الجانب، هل من الممكن ذول الجهات اللي هم يبيعون الأسماء مالتهم؟ طبعا إذا كانت يعني هاي المسألة بموافقة الدولة يعني ما بها مخالفة للقوانين، حينئذ هذا من حقه أن يبيع، ولكن إذا كانت مخالفة لقوانين الدولة حينئذ لا يجوز له أن يفعل ذلك، أن يأخذ الاسم لأنه مثلا إجاء عن طريق مثلا جهة حزبية أو جهة مثلا دينية أو أي جهة أخرى، لا يجوز له أن يبيع هذه الحصة بأي مال من الأموال، لأن هذه الحصة بالعبارة باعتبار أنه طهيا باسم تلك الجهة، مو طهيا حتى يكتسب بها أو أن يتاجر ويعاوض عليها. أحسنتم. زين سماحة السيد، هناك كذلك من الأسئلة يعني قبل لا نخوض بهذه مجموعة من الأسئلة حول الحج، ننتقل إلى الأخت زهراء من الديوانية. السلام عليكم يا زهراء. ألو، السلام عليكم. يا أهلا وسهلا بكم. رحم الله والديك. بس عندي سؤال سماحة السيد. أي نعم، تفضل يا زهراء. بالنسبة للملابس يعني نعم. تطفها بالغسالة. نعم. هو من أحولها من الغسيل للتطف والتسفيف، من أدب الملابس كلها مرات اريد اغسلها مثلا مو من نجاسه واحده او من كل النجاسات، يصير يعني من جميع اقول النجاسات، وانا مثلا مرات عني ما اسمي يصير. سيدنا عندك مداخلة ولا لا؟ لا بس فقط انه الغسالة هذه المقصود بها هاي الاوتوماتيك لو الغسالات القديمة، هاي ام التحويل نحول من هذا الماي لهذا ام الحوضين يسموه الاوتوماتيك يعني. لا ام الحوضين. أم الحوضين بلي، لأن هي تقول نحول من مكان إلى مكان يعني من الغسيل إلى. المهم هسه هو هاي المشكلة أنا عرفتها بعد، يعني نحتاج إلى أنه اللي نجاوب عليه حتى نعرف، لأنه مسألة الملابس هذه إذا الشطف مالتها لابد أن يكون في ماء جاري. شكرا لاتصالكم يا زهراء. نعم، أنا بخصوص الملابس حتى لن أخر زهراء ونكمل حديثنا، ولكن وقفة قصيرة بخصوص الحج سماحة السيد. طبعا هو يعني البعض ولهم الأكثرية هو غير قادر ويتمنى، وكذلك يروح يداين ومن ثم يروح للحج، هل يصح؟ وبعدها سيدنا هذا جدا مهم جدا مهم، من يرجع من الحج ما عنده ليست. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما يجوز لأن يروح للحج، لأنه ما يصدق عليه أنه الاستطاع، لأن فقط اللي يريد يعني اللي يعني عليه حجة الإسلام واجب عليه حجة الإسلام لابد أن يكون مستطيعا، يعني يملك أموال تودي للحج وترجعه، وأيضا أموال موجودة ببيته يعني لأهله، لابد أن يكون يملك هاي الأموال. أما إذا ما عنده فهذا مو واجب عليه أساسا، فما يحتاج اللي يروح للحج إذا ما عنده. أحسنت. سمعت سؤال زهراء بخصوص غسل الملابس. غسل الملابس إذا بأي غسالة كان في مرحلة الشطف لابد أن يكون هناك ماء جاري،
هذا الماء الجاري تشطف به هاي الملابس فتطهر. زين هسه اذا كانت الاوتوماتيك ما اعتقد هي ماء جاري. لا الاوتوماتيك الان بعض الغسالات اللي موجوده اللي هي يسموها الاوتوماتيك او لها اسم اخر لربما هو اسم اجنبي فول اوبشن هيك يعني اسم فول اوبشن يعني كامل المواصفات فهذه ما يحتاج الى انه اي تدخل ايدي مجرد الكهرباء وان الموصلات الماء مالتها مباشره بال يعني التانكي مو انه تجيب صوندة وتخليها بالحوض صحيح. وكذا فهي اساسا هي تخلي الماء يجري عليها اثناء الشطف فهذه ماء جاري ولكن اكثر الغسالات سماحة السيد هذه لا تترس ومن ثم لا ما مقصود الغسل حتى في سبيل ليس عندكم خلط بين الغسل والشطف الشطف هذا اللي يكون الشطف عن طريق الطرد المركزي يكون الماء عليها جاري ما ينقطع يعني هي تفتر وهو الماء عليها مباشرة هذا هو المقصود هذا إذا كانت أنا لا أنا مطلع عليها مباشرة وأعرفها هذا مدام أكو ماء جاري إذن هاي طاهرة وبخصوص أم الحوضين أم الحوضين طبعا لابد أن تكون الملابس اللي بيها نجاسات أولا لازم يكون يبعدون عين النجاسة قبل أن يضعوها داخل الغسالة نعم. إذا كان أكو عين نجاسة على الملابس لابد أن يعني قبل وضعها بالغسالة لابد أن تبتعد توخر عن الملابس يزيلوها ثم يضعون الملابس في حوض الغسل لأن المواد التي تلقى عليها مو فقط ماء هناك مثلا مواد مزيلة هناك مواد مزيلة للبقع مثلا هناك مواد لأجل التبييض هناك مواد لأجل التقصير قاصر نعم. فكل هذه مواد أساسا هذه تتفاعل مع النجاسات يعني حتى وإن غسلتها بالغسالة يعتبر هذا الماء نجس لأن تعتبر هاي المياه من المياه المضافة والماء المضاف يتفاعل بالنجاسة حتى وإن كان قليلا أو كثيرا فمجرد الملاقات مع النجاسة يتنجس فيعتبر هذا ماء نجس لكن كل ما هنالك أنه هي مواد كيميائية خلت هذا الثوب يعني بحالة مثالية شلون يطهر حتى احنا نقدر نستخدمه شرعا ونقدر نلبسه بالصلاة أيضا لما ناخذ هذا الملبس ونحطه في مياه جارية حتى يأخذ النجاسة ويروح زين هذا الحوض الثاني اللي هو للشطف هذا أيضا أكو مياه جارية تضخ عليه فهو حكمه حكم الجاري برا أحسنتم سماحة السيد أحد الأخوة يقول الماء هل الماء كافي لطهارة البدن والملابس ما افتهمت ولكن حسب الظاهر يعني الأخ يسأل بخصوص طهارة البدن وطهارة الملابس ما هو القدر من الماء بل. لابد أن يكون كافيا نعم. في مسألة طهارة البدن نعم. طبعا احنا قبل لا نتكلم عن مسألة طهارة البدن والملابس نأتي إلى نفس الماء هذا نعم. احنا عندنا المياه في الطبيعة على أنواع نعم منها قليل القليل يعني عندنا فد مقدار معين اسمه كر نعم. هذا من حيث الارتفاع 3.5 ومن حيث العرض أيضا مثله 3.5 نعم. والعمق أيضا كذلك ومجموع كل هاي الأشبار حوالي 27 شبر المجموع المكعب للأشبار هذه من ناحية الحجم هذا الظرف إذا ملئ ماء يسمى كر هذا الكر طاهر هذا يسمى ما دون هذه الكمية يسمى بالماء القليل ما أكثر من هاي الكمية يسمى ماء كثير بالمقابل أكو ماء موجود بالطبيعة يجري مثلا من الشمال إلى الجنوب على سبيل مثل الأنهار مثل السواقي مثل التانك اللي فوق السطح وينزل بالحنفية نعم. إذا تبقى الحنفية مفتوحة هذا يعتبر ماء جاري وله مادة يعني إلى مكان يأخذ من عند الماء هذه اللي هي المياه التي يتطهر بها
أما مثلا النجاسة إذا وقعت مثلا على هذا العضو بهذا المكان، فالمقدار الذي يطهر هذا المكان من المياه هو إذا وضعت يدك تحت المياه الجارية، أو إذا مثلا أكو ماء قليل تخليه فوق المكان المتنجس وقليل من الفرك أو المسح تنتهي المسألة. لكن قبل كل هذا يجب إزالة عين النجاسة من المكان المراد غسله، سواء كان بدنا أو ملابس. أحسن، بارك الله بك. سماحة السيد، بخصوص الأضاحي، هل هي واجبة تكون للموتى؟ أضحية قصدي؟ نعم. بالنسبة للأضحية تكون واجبة للحاج في مكة في منى. هناك شنو الفلسفة للميت؟ هذه مستحبة في المدن أن واحد يضحي، سواء كان يضحي عن الحي أو يضحي عن الميت، على السواء، ما إلها يعني خصوصية بالميت. زين، ما العلاقة الميت بالموضوع؟ زين. كل ما هنالك أنه الواحد يريد يضحي أو يسوي أضحية، هسه سواء سواها الميت، سواها الحي، سواها نفسه، سواها هيك لجميع الناس، هذا من حقه، ولكن مستحبة بها روايات الحث عليها. بل نعم، في المدن مستحبة، أما في منى لا، هناك واجبة على الحاج، وهي مستحبة والحث عليها كذلك. أمير المؤمنين عليه السلام في رواية ما مضمونها أنه المؤمن يجوز له أن يستدين لأجل أن يذبح أضحية، والله سبحانه وتعالى كفيل بهذا الدين في أن يقضي دينه لأجل ذلك. أحسنتم. كذلك سماحة السيد، الأخ يقول أنه يشير إلى بسؤاله إلى أخيه المتوفي، يقول هذه السنة الثانية ولكن ما عدنا نجيب هذه الأضحية. مو واجب علي، أنا بالبداية قلت هي مستحبة، بس للتوضيح أنا بس هي التوضيح. مستحبة وليست واجبة. الواجب هناك في منع. عفوا، هل يعني من الممكن أن تكون الأضحية مقرونة بأداء النذر أو بمناسبة طهور أو مثلا بمناسبة انتقال إلى دار جديد ومسكن جديد؟ شنو المقصود من مقرونة يعني؟ يعني واحد يقول أنا مطلوب نذر فأقرن الأضحية ويا النذر. الأضحية لها وقت، يعني نعم. مو شو وقت ما كان. زين. هي يوم عيد الأضحى. زين. واليوم الذي يليه يومين. زين. بس فقط، غير أيام ماكو. نعم. بها أضحية غير أيام. نعم. نعم، يعني واحد مثلا صادف أنه يريد يضحي وبنفس الوقت يريد يعزم ناس لأنه إجا أو دار مثلا بيت جديد. زين. فصارت يعني عزومة البيت هو يريد صارت بالعيد. ها. تمام، ملاحظة لطيفة، ما بيها شيء. ايه؟ يستحب أن يقول مثلا هذه أضحية، وأيضا همات أوكل بها الناس اللي تيجي تريد تبارك لي بمناسبة الدار الجديد أو البيت الجديد. أما بالنذر ما من الممكن؟ لا، بالنذر واجب، فالواجب وهذا مستحب، يعني الأضحية مستحبة والنذر واجب، فيقدم الواجب على المستحب. إلا اللهم ينذرها، يقول علي نذر أن أضحي في يوم العيد، فيصير الأضحية على نفسه واجبة. بس هذا ما يعني ما قارنها، يعني هو ما رابط على أنه النذر يكون في يوم يعني عيد الأضحى. هو من يقول عيد، يعني من يقول أضحية؟ هي الأضحية تذبح في هذا اليوم. بلي. ما تنفع أنه يذبح في يوم آخر، ما ينفع. هذا فشيء آخر راح يصير غير أضحية. لكن إذا نذرها صارت واجبة على روحه. نعم. يعني صارت واجبة على نفسه. يقول مثلا لله علي نذر أن أضحي هذه السنة بأضحية. أحسن. يعني هذا شو وقت يذبحها؟ يجيب الأضحية ويذبحها يوم العيد صباحا. أحسن. أحسنتم. سماحة السيد، كذلك الأخ يسأل جناب، يقول أنه أنا من مقلدين سماحة السيد علي السيستاني أطال الله في عمره، ويقول أنه أنا وقاعد أمشي بالشارع يقول لقيت 25,000 دينار، يقول أخذتها وتورطت بيها، ما بيها علامة مثلا محطوطة بجوزدان أو شيء؟ لا، 25 واقعة. زين، هذا مال
مال طبعا واقع من إنسان أنت ما تعرفه تجه له، هذا مجهول المالك حينئذ. بما أنه أقل من قيمة الدرهم الفضة، لأن سال الفضة مرتفعة زين أكثر من 25 بالي أكثر من 25، فعليه هذه بالإمكان أنه يأخذها النفس إذا كان هو فقير، إذا كان هو مستحق وفقير يأخذ الروح. لا 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 سيدي، يعني يتصدق بها على نفسه لا. نيابة عن صاحبها. هسه هنا راح يكون فذباب سماحة السيد على أنه كل واحد يا ولي يلقى فلوس يقول لك أنا الفقير أنا محتاجها أنا كذا، فراح ما راح تشوف يعني راح يكون فذباب تسهيل للعالم، باب تسهيل للعالم الأغنياء وهتشي راح يستخدمون هاي الطريقة. مو أنا راح أجي أسألك أقول لك يا سماحة السيد من بعد إذنك، راح أجي أسألك أقول لك يا سماحة السيد الفقير في وجهة النظر الشرعي وجنابك راح تجاوبني اللي هو اللي ما يملك القوت السنة مالته وها يعني بلي، وهذا من حقه يعني شكوا بها إنه مثلا إذا لقى هتشي فلوس يقول لنفسه مثلا يقول هذه المبلغ صدقة نيابة عن صاحبها، شيله يحطها بجيبه ويروح مثلا يشتري له لحمات يشتري له شغلة هذه يروح البيت على سبيل المثال، لأن صدقة يعتبرها صدقة وأجرها ذاك. بلي، ولكن لا هذا لازم نخليها ونعيد هذا يعني هذا القانون على أنه لا يتجاوز هذا المبلغ درهم الفضة. درهم الفضة يعني مقدار درهم الفضة، لأن إذا تجاوز هذا المقدار لابد أنه يودي إلى حاكم شرعي، لابد أن يودي هذا المبلغ مثلا واحد لقاله مليون دينار أحسنت، هاي المليون دينار يروح يوديها إلى حاكم شرعي أو وكيله يقول له لقيت هذا المبلغ. فهنا في هذه الحالة راح شنو اللي راح يصير، شنو اللي راح يسوي، يقول له مثلا في المكان اللي وجدت به هذه المليون روح اعلن عرف سوي تعريف مثلا بالمليون، اذا اجى صاحبها سلم هي، ما اجى صاحبها الى سنة فهنا الشغلة شنو اللي راح يصير، راح هذا المبلغ يخمس، لان الحاكم الشرعي ايش راح يسوي به، يخمس هذا المبلغ يخرج خمسة. أحسنتم بل. شكرا لكم سماحة السيد بارك في هذا الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة موفقين إن شاء الله. مشاهدين الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقات القادمة، وآخر دعوانا اللهم عجل وليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. الحق والإيمان فتفقهوا في جرات الديان، الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.